Peggy 18. This day have set upon a mighty endeavor. Souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Get your head down and keep moving! السلام عليكم، حياكم الله شباب. كنت الأسبوع الماضي في مدينة لندن، دعوة من شركة اكتيفيجن اللي تنشر لعبة كول اوف ديوتي وسلسلة كول اوف ديوتي دائما، وشفت كول اوف ديوتي الجديدة وورلد وار 2 من الاسم ومن اللي شفتوه في بداية المقطع. الشركة قررت تعود لجذورها الأصلية لأول الألعاب، رجعت للحرب العالمية الثانية. وأكثر شيء بيبسطكم كلكم خصوصا اللي يلعبون كول اوف ديوتي مالتي بلاير، ان سياسة اللعب بترجع زي ما يقولون فوت اون ذا جراوند، يعني رجولك على الارض، يعني ما في نظام النطنطة ومناقز على الجدران والاشياء الفضائية اللي كنا نشوفها قبل، لا، رجع لعب كلاسيكي، لعب البحث، لعب احترافي اللي كنتوا تعرفونه عن سلسلة كول اوف ديوتي من البداية. طبعا ليش كنا في لندن؟ انتوا شفتوا لقطات في اللعبة انتشرت في النت. احنا في لندن خلونا نشوف كإعلاميين اشياء ما عرضوها على الناس ولا بيعرضونها حاليا، يمكن يعرضونها بعدين لكن حاليا ما عرضوها. ايش اللي شفناه؟ شفناهم وهم يلعبون طور القصة، طور اللعب الفردي، طور القصة الجديد اللي بيكون عن الحرب العالمية الثانية، شفناهم يلعبونه. وكنا ترو جيمينج هناك حصريا، فانا بنقول لكم انطباعاتي ايش اللي شفته هناك. طبعا شفنا مقطعين في اللعب، مرحلتين مختلفتين. المرحلة الاولى كانت في الغابة، كان في اشجار عالية جدا. الفريق التطوير يقول انك راح تلعب باكثر من شخصيه على مسار القصه، يعني بتشوف قصص ناس مختلفه من خلفيات مختلفه، ايش صار لهم في الحرب العالميه الثانيه، المصايب اللي شافوها، المواقف الرهيبه اللي شافوها. اللعب ما بيكون اسلوب واحد، ما بيكون كله درعم وتفجير وكذا، لا، احيانا بيكون عندك مهمات تكون يبالك تكون ابطا، تكون مروق اكثر، حبه حبه تمشي. احيانا يبالك تكون تتجسس، في مهمات تجسس، يعني ايش؟ تدخل شوي شوي، تحاول ان ما حد يشوفك. هذا الكلام اللي قال لنا اياه المطور يحمسنا كلعبة كول اوف ديوتي. اللي شفناه في المرحلة الأولى زي ما قلت كنا في غابة، كان في أشجار طويلة، كان في زي النهر ماشي، مشينا فيه. لما تمشي فيه الواحد يصير بطيء، يمشي ببطء لأنه نهر طبيعي، الماي بيثقل رجلك. لقينا الأعداء قدام، رمينا عليهم قنبلة جرينيد، قنبلة يدوية، وبدأ التفجير. طبعا أنواع الضرب وأنواع الرصاص في كل مكان، أشياء كثيرة قاعدة تصير في الشاشة. واحد من الأشياء اللي قاعد يقولها المطور أنه صحيح الحرب العالمية الثانية مو شيء جديد، قد شفناه قبل، لكن ما قد شفناه بقدرات الجيل الحالي. تخيلوا الأشياء هذه لما تشوفون الحرب العالمية الثانية بدقة 4K. هذا الشيء الحلو في Call of Duty. طبعا زي ما قلت أشياء كثيرة قاعدة تصير، جاء بعدها قصف جوي خلى الأشجار الضخمة ذي تطيح قدامنا، كان منظر مرعب. التدمير شيء رهيب في أي لعبة تصويب، وهذا كان من الأشياء الحلوة اللي شفناها في اللعبة. المقطع الثاني كان في الدي داي، واحدة من يعني أكثر المواقف الأيقونية في الحرب العالمية الثانية، لما نزلوا على الشواطئ وكان الناس يموتون في كل مكان، يعني قدروا يأخذون الأجواء هذه وينقلونها بشكل رائع جدا. أوكي، طبعا المهمة هذه كانت صعبة لأن كان وضعك زفت، ما في الجنود حقينك كلهم قاعدين يموتون يمين وكسارك، ولازم توصل للخطوط الأمامية لخط الأعداء. طبعا هذه طور القصة. طور الملتي بلاير ما تكلموا عنه كثير، طور الجماعي، لكن في خيارات جديدة راح تطلع منها طور اسمه وار. من الاسم شكله طور جماعي ضخم جدا، يجمع قوات التحالف ضد قوات محور الشر اللي هي النازيين وغيرهم، فهذا شيء حلو، تقدر تلعب بأي واحد فيهم في الطور هذا. في أطوار كثيرة قالوا بيتكلمون قريب من معرض E3 عن الملتي بلاير. في طور خاص للكوآب ما قالوا ولا شيء عنه، لكن اللي احسه انه بيكون طور مختلف عن طور القصه، مو القصه نفسها هي اللي بتكون كوب. فاشياء كثيره تحمس عن اللعبه. اذا زرتوا موقعنا ترو جيمنج راح تلقون طباعاتي تفصيليه نص بالكامل في مقاله، ومقاله ثانيه سوينا لقاء مع الرئيس التنفيذي لسليج هامر جيمز اللي هم اللي قاعدين يسوون لعبه كول اوف ديوتي الجديده. خليكم معانا، اشياء اكثر عن كول اوف ديوتي على موقعنا وعلى قناتنا في اليوتيوب، واحنا رايحين المعرض E3 اللي بيكون في شهر يونيو القادم. يعطيكم العافيه على المتابعه، كان معكم حمد السيمي، ومع السلامه.